احنا نرفض الاعتقالات، واذا اضطر الامر يعتقلون اولادنا نطلع نعتصم الصبح محطه انتهاء الدوام قدام المحكمه ونطالب بالاخراج المعتقلين جميعا. رحم الله عليك. احنا نتبع القضيه هم بالنسبه لهم يعتقلون اولادنا بالذريعه اللي كفاره. والله العمل اللي يقدمونه من شايلين نعش علي العامري شهيد، والله حد سامع بس ابن زريسه يعني حامين شهيد. حرمه الله ماكو، حرمه الشهيد ماكو، يعني الشهيد على قتل مرتين، مره قتل وهو حي ومره قتل وهو بشير نعش. يعني العلم العراقي ما له حرمان، بالآدم ما له حرمان من نايف من المستشهد الدلاله على